عم نعيش بعالم ظالم، صارت فيه نفايات الغني بتشكل مائدة الفقير. مشهد مبكي لما نشوف بؤس الزمن عم يجبر طفل أو مسن فقير ينبش بحاويات زبالة على كسرة خبز، وهالمشهد كتير عم يتكرر بلبنان، وبالمقابل في ناس ولا مرة عاشوا شعور الحاجة والعوز وما بيعرفوا قيمة الطعام يلي مأمن لهم وعم ينكب ويروح حدر. الفقر مش عيب، بس العيب انه الله يكون ناعم عليك وانت مش مقدر القيمة. العيب هو بفقر الأخلاق وفقدان الشعور بالإنسانية والمسؤولية. العيب انه ما نشعر مع خينا الإنسان بألم الحرمان يلي عم يعيشه ونغرق بحياة البذخ والترف. الأسبوع الماضي صادف اليوم الدولي للتوعية بالفاقد والمهدر بالأغذية، واليوم معنا جمعية فود بلاست لنضوي أكثر على هالموضوع. نستقبل معنا باستوديو مايا ترو، عضوة مؤسسة والمديرة التنفيذية لجمعية فود بلاست. أهلا وسهلا فيك. ومعنا كمان أيضا الشيف لينا داوود، هي شيف بفود بلاست. أهلا وسهلا فيك يا شيف. بالبداية مايا، خبرينا عن فود بلاست، أي متى تأسست وكيف تأسست وشو مهمتكم الأساسية؟ فود بلاست أسست ب 2012. الفكرة كان تقريبا اللي قلتي إنه كيف في كتير أكل عم ينهدر وبنفس الوقت في ناس ما عندها تاكل وعم تضطر إنه تروح على الزبالة. هاي ب 2012، يعني كان الوضع كمان مزري بس مش ايه انه مش منيح بس مش مثل هلا. فهلا كثير اكيد الوضع اضرب ونحن رايحين للاسوء. والفكره كانت انه بدل ما هالاكل ينهدر او ينكب، ليش ما بناخده ونعطي العالم محتاجة؟ منوفر عليهم هالمشوار على الزبالة مثلا. وفي كتير ناس يمكن ما كانوا يدركوا قد ايه انه سهل الواحد يساعد، لانه نحن براسنا انه اذا واحد بده يساعد بده يكون يا معه مصاري او بده يعمل شيء زيادة عن شيء اللي هو عنده اياه. وهو لا، عادة لنساعد فيه مثلا نحن عندنا دائما بنحس زايد عن حاجتنا، هيدا الزايد هو اللي انا عادة بفوت بس بنقول ليه ما بنعطيه لغيرنا. وهيك بلشت الفكرة. نحن في كتير ناس بيفكروا بس نشتغل على الأكل الفائض بنسميه أو surplus food، أو أكتر شيء مركز على المطاعم. نحن ما بنشتغل مع مطاعم لأن للأسف معظم المطاعم ما بتعطيك الأكل الفائض عندها، بتقلك food safety. حتى في مطاعم ما بتعطي الموظفين عندها بتفضل تكب الأكل اللي هو منيح، لا أحسن ما حدا يصير له شيء. حجة، هي حجة أكيد، وهي مثل أنا بقول يعني laziness، يعني هني شوي ما قلوا خلق، هي يعني استكت زيادة بدل ما كبوا مزبالة حطهم containers. في ناس أسهل لتكب، يعني هو دايما إذا فك فيها أسهل واحد يكب إنه يعطي شوية وقت زيادة طيوضبهم ويتبرع فيهم. ونحن سهلنا هالأمر كتير، يعني أوقات حتى المقادر يوضب نحن بنجي منوضب إذا كميات كبيرة. وحتى عملنا بروجي اسمه برادات الخير، فيهم أشخاص إذا عندهم فائض بس مش هالفائض الكبير يتوجهوا لأحد هول المبردات ويتبرع فيه بنفسه. يعني وحطينا شيء تقريبا إذا بدك نرجع بنحكي عليه بالتفصيل على البراد لحتى الناس كمان يساهموا فيه. قلتي لي إنه مش بس أنتوا بتتعاملوا، بيفكروا الناس بتتعاملوا مع مطاعم، يمكن أنتوا كيف بتتعاملوا؟ الأكثر شيء إيفنتس، يعني مثلا بيصير في كتير وركشوب أو ورشات عمل، بيكون في بوفيات أعراس، كمان مؤتمرات وهول الكونفرنس بيبقى منهم كتير. دايما في بوفيه، مش إنه شخص بليت أو بلا، بيكون في بوفيه وواحد بنقي. ودايما بيكون في، يعني إذا في 100 شخص دايما بيطلبوا لميتين أو شيف بتعرف هالشيء، وهذا سبب من أسباب الهدر. وغير هيك نحن غير إنه بنشتغل على الفود ريسكيو أو إنقاذ الطعام المهدر، بنشتغل على الفود ريليف أو الفود إيد، بنوفر حصص غذائية للعيال المحتاجة. وهو بيصير إنه أشخاص عادية بيتبرعوا، من هون شخص من هون شخص بيجمعوا، وآخر شيء بيكون عندنا حصص. ونحن بنعمل هالشيء على مدار أسبوعي، يعني كل جمعة منوضب تقريبا من 300 و400 حصة غذائية. وهيدي الخبرية من زمان، من أطلقنا حملة موني بالموني بأكتوبر لاست يير، أول أيام الثورة. يعني بعد الثورة صارت كورونا، بعد الكورونا الانفجار. فإنه اللي عم نحسه أكيد الحاجة عم بتزيد، والشغل اللي عم نعمله كتير ضروري، والحمد لله في سبورت. يعني بارلل ما يوازي هول الحصص، كل يوم يومين عم نطبخ تقريبا 400 وجبة، هذه كل يوم من وقت الانفجار. والشيف هي مسؤولة عن هالموضوع. واللي بنعمله انه حلو انه كل شخص بفوت بس متطوع،
سو اللي صار وقت الانفجار كيف انه الناس راحت لتساعد غيرها هو شيء نحن بنحكي عنه من 2012 ودائما بنقول انه الشخص اذا مش قادر يساعد بأكل أو بمصاري في وقته وجهده واللي هو أغلى من كل شيء لأنه وقتك هو أغلى شيء عندك وفيك إما تستخدميه لتعملي مصاري زيادة أو لتساعدي غيرك. اليوم بشغلكم مايا وحضرتك شاف يعني في كتير ناس بيهدروا الطعام وما بيعرفوا ما بيكونوا عارفين أنه هن عم يهدروا طعام. وين أكتر شيء بيكمن هدر الطعام وهل في إحصاءات بهالمجال إذا فينا بركة شاف تجاوب وحضرتك تاني شيء؟ إحصاءات ما في لأنه إجمالا كل المحلات والمطاعم والشركات وبخصوصا بهلأ نحن الوقت اللي فيه السوق يعني في كتير اغراض صارت قريب الإكسباير تبعولا عم بتروح للتلف ما عم بيهتموا انه يجربوا يسوقوا الاشياء قبل ما يخلص تاريخ او يجربوا يتبرعوا فيها او يجربوا يعطوها لجمعيات بتعمل الاكل يجربوا يعطوها لجمعيات بتطبخ قبل ما تنتلف. بيبيعوا خضرة بالسوق مثلا كل يوم عطول مثلا تلاقي في كتير كميات خضرة كبيرة عم تنكب بالسوق عم تنكب بالأرض عم بتروح ما عم بياخدوها على محلات كمان نقدر نستفيد منها أو نطبخها نجهزها نقطعها نفرزها يعني بتوصل أنه لمحل خلص أنه هي صارت للتلف هي مفروض أنه ينشغل فيها قبل يعني الأكل هيدا عم ينهدر عم يروح على الكب عم بيروح كله على الكب نحن عنا يعني نحن عنا حتى كمتطوعين وحتى كمايا عم نجرب نروح على هود الأماكن اللي عم بيكون فيهم هدر بطريقة أنه عم نقدر نسحب منهم إشياء ونطبخهم نعملهم نفرزهم يعني من هون كيلو من هون كيلو من هون اثنين من هون ثلاثة بيتزبطوا أكيد بينعملوا بينحطوا بالفريزر بيتنظفوا بيتعقموا رح نخصص وقت لهيدا الموضوع أنا رح لك الإحصاءات اللي أنا بعرف في إحصاءات معينة في إحصاءات يمكن جربت لا ما هو رح لك أنه بالعالم 30% من كل شيء أكل بروديوس أو بينزرع بيروح هدر أو food loss أو food waste لأن في فرق بين food loss و food waste في ناس ما بتعرف الفرق في شيء اسمه food supply chain أو السلسلة الغذائية كيف الأكل بيقطع فيه من وقت ما نزرعه لنحصده لنوديه على السوبر ماركت ليوصل على البيت كل step أو كل خطوة من هول الخطوات في أكل عم ينفقد هذا الدياجرام اللي هيدا لا هيدا هيدا الفوتس يعني انت تخيل اذا دائما بعطي انا مثال الموزه الموزه بتبلش كسيد او بذره بنزرعها بدنا نهتم فيها صح بتطلع هالموزه يمكن ما سقينا ما مزبوط كم شتلي مات وهولي راحوا هولي فود لوس هون انفقدوا ما فينا نرجعهم رجعنا حصدناه ونحن عم نحصد كم وحده ما قدرنا نحصدها مزبوط عم ننقلهم على السوبر ماركت كم وحده انتزعت لانه التراك او الشاحنه ما مش مجهزه طريقه التوزيع الحاله كيف انه حاطينهم كيف نقلناهم خسرت هي فود لوس هي كله فود لوس لانه شيء نحن يعني فينا نتحكم فيه بس ما عم نقدر وصل لعند السوبر ماركت والمستهلك هون ببلش الفود ويس او النفايات الغذائيه لانه فود ويس هو شيء انت قادر تتحكمي فيه مش انه طبيعه مثلا في جفاف او ما في مي او اهتمام كافي سو الناس اكثر شيء بنقول يمكن نحن ما فينا نتحكم كثير شو المزارع بيعمل او امكانياته لان امكانياته محدوده بس نحن كمستهلكين عندنا القوه او الباور انه نتحكم بشو بنهدر سو لما نعرف عنا اكل قريب تاريخ صلاحيته ينتهي لازم نستهلكه قبل غيره لما نجيب خضره ونتركها بالبراد جمعه اكيد حتنتزع فعلينا مثل ما قلت الشيف الخضره كثير سهل تتخلصي منها بطريقه ماشي يعني إذا شيء عتيق الناس بتكبوا مثلاً لا هيدا في ينقص وينحط بالفريزر الفريزر كتير مهم بحياة الإنسان اللي بحارب هدر الأكل لأنه هي صديقك يعني بتحفظ إذا فيك تخبرينا أكتر شيف كيف بدنا نحافظ على الخضرة مثلاً المنتجات اللي انتهت صلاحيتها كيف بنوضبها كل هالتفاصيل نقدر إحنا قد ما فينا نحافظ على الأكل إنه شيء انتهى صلاحيته ما عادش بناخذ ريسك نشتغل فيه كمنتهي الصلاحيه اوكي بس اليوم احنا عم نجرب نشتغل قبل ما تخلص صلاحيته أوكي. يعني اليوم بقدر انا البندوره اذا كانت كتير مستويه افرمها احطها بالفريزر بعملها صوص اليوم اذا الكوسه قبل ما تنتزع بقدر اقطعها احطها كمان بالفريزر كل الخضره اللي بقدر اعملها اليخنات بقدر انا اجمع قديش عندي كميه
لو قد ما كان لو انا كست بيت بقلب بيتي عم بشتغل رحت اشتريت 2 كيلو خيار، بس انا مش بحاجه ل 2 كيلو خيار، انا بحاجه لنص كيلو. ليش تجيب 2؟ اذا ليش اول شغله ليش تجيب انا وحط عندي هذه الكميه الكبيره؟ ليش اطلب كميات انا اكبر من حاجتي؟ بجيب على قد اول شغله بكون عم حافظ انه ما يتلف عندي شيء، وبنفس الوقت اذا بحال وصلت لمحل ما قدرت انه اتصرف بهذا الشيء، نقدر اليوم كلنا متمقنا ببرادات الخير، بنقدر نحط، بنقدر نساعد بعضنا، بنقدر بكل منطقة فيها عالم محتاجة بكل شيء. بس إذا ما قدرنا نحن نوصل فينا نقدر نضب بطريقة إنه ما نتلف هيدا الشيء. هل الفواكه اللي كتير مستوية كمان الفواكه كلها بتنعمل كومبوت، بتنعمل مربيات، الخضرة بتنعمل كبيس، بينعمل فيها أكثر. إذا ما في كمية كتير كبيرة، إذا لنقول عندنا موزة أو دراقة شو فينا نعمل فيها؟ في حطهم بالفريزر مرة على مرة بجمعوا بصيروا عندي كمية، يعني بينطحنوا إذا فينا أكيد نقول. فيك تطحنيهم، في أطفال كتير صغار أولاد بحاجة لحتى إنه يأكلوا هيدي الأشياء وأكل مهروس، بنقدر في مرطبين صغيرة في طريقة بينعمل فيها الأكل بينطبخ مستبخة بينعمل بكياس بينحط بينضغط بمرطبين بيتوزع، يعني هيدي بتكون بدها تكون الشغلة من شخصه هو، يعني هو الإنسان بده يكون عنده هيدا الشيء، عنده وعي، بده هو يكون عارف كيف عم يتصرف، ويلي ما بيعرف بيقدر هلا عم يستفيد ومن حضرتك، ويلي ما بيعرف بيقدر يشوف. في كتير يعني في كتير عالم عم تعمل ببيوتها وعم بتوزع، في كتير جمعيات عم تهتم بهيدا الشيء، حتى كل المحلات مش ضروري تكون بس على الافراد، في شركات كتير كبيره عم بيوصل لعندها بضاعه عم توصل عن جد للاكسبايرد، واوقات عم بيضطروا انهم يغيروا الاكسبايرد. شو بنعمل بهالبضاعه؟ هيدي البضاعه المفروض انه قبل ما تصير اكسبايرد انه تتوزع، يعني قبل ما يخلص انا اليوم اللي بدي ليش أنا اليوم كتاجر ليش أنا اليوم كتاجر إذا ما بعت هذه الشغلة ب20,000 ما ببيعها بكبة؟ لا، ما أنا بقدر أعمل سيلز على أغراضي، بقدر سوق، بقدر بيع، بقدر أعطي عالم في كتير. هون نقطة بدي كمان شجع الناس، أوقات بيشوفوا إشي يعني عاملين عليها كتير خصم لأنه تاريخ صلاحيتها قريب، أنت بيخافوا يشترون، ما يخافوا يشترون لأنه عادة هول الأشياء تقول الفرق. في شغلة ما بنعرفها، في على كل شيء عادة تو ديت أوقات، يا بس before أو expiration، يعني نحن بنستخدمها قبل تاريخ كذا، يعني يفضل استخدامها قبل هيدا الوقت أو خلال السبعة أشهر من أول ما فتحتوها. يعني البست بيفور هيدا الديت اللي عم نشوفها ما بيعني إنه الشيء ما بقى فينا نستهلكه، بيعني إنه الكواليتي أو نوعيته بتخف بس فينا نستهلكه. في كتير أشياء، معظم الأشياء فينا نستهلكها بعد التاريخ المحطوط عليه. شو فينا نعمل فيهم قبل ما يخلص تاريخهم؟ كيف فينا نوضبهم لحتى نقدر نرجع نستعملهم؟ هلا أنا اللي بنصح فيه الواحد دائما مثل ما قلت الشيف بتبلش بالسوبر ماركت. أنا إذا عندي ليستة الأغراض اللي بدي إياهم وهن اللي بعرف رح أستهلكهم، هاي أول ستيب كيف يخفف من أنا هون عم نعطي النصايح. إذا فينا نشوفهم كمان على الشاشة، عندنا النصايح للمشاهدين إذا فينا نحطهم صور النصايح كرمال العالم كيف هن بمبادرة شخصية يقدروا يبلشوا يخففوا من هدر الطعام. مزبوط، هو التخطيط كتير مهم، يعني قبل ما أنا أروح أشتري هيدي مثلا أول شغلة كتير مهمة، تقسيم وجبات تخطيطها. أنا رايح مثلا بدي أشتري، إذا بدي أشتري اليوم أو للأسبوع كله بدي يكون عندي خطة، شو عارفني شو بدي أكل كل يوم، خطة طبخات، خطة حفظ، خطة ترتيب للأغراض وأخذ حاجتي. تاني واحدة كتير مهمة أنا لما أروح على السوبر اللي قبلها، هي إنه لما تروح على السوبر ماركت تفادوا تروحوا جوعانين، لأنه الدراسات أثبتت إنه واحد بيصير يشتري زيادة ويستحلي أشياء أكتر لأنه جوعان، حتى لو مش على الليستة بيصير لا مش باكل بستحلي. خصوصي في العروض هودي مثلا تشتري ثلاثة بثلاثة مع بعض أربعة، في كتير ناس بيروحوا بيشترون بيفكروا عم بيوفروا، هني ما عم بيوفروا إذا بتفكر فيها مزبوط، أو بيكونوا قراب تاريخ صلاحيتهم أو أشياء أمور عادة، يعني هي يمكن هابت توفى وقت يكون في عائلة كبيرة طبخة يعني بدها مكونات أكتر، يعني إيه واحد بيقول أنا أوفر هلا بس يمكن ما يستهلكون. وكمان هول الأمور اللي عادة عليهم عروض خاصة بيكون يعني تشيبس ويعني شيء مش يعني مهم أو أساسي بالبيت مثلا بيفوت بالطبخ، أكتر شيء بيكون لقماشات يعني بس الناس بتعرف بس نشوف شيء أو والله رخيص. إذا اشترينا عرض مثلا شو النصيحة اليوم؟ يعني نحن فينا نعمل أكلات بتتطلب هيدا المنتج بركة أو هيدا الشغلة لنخلصها بسرعة؟
فينا نعمل هيك؟ ايه فينا نحن لما نعرف شو بدنا نطبخ نشتري على الاساس، وهي كثير صعب او نطبخ على اساس شو عندنا بالبيت بركي. كمان هو قبل ما تروح على السوبر ماركت في ناس مثلا ما كثير بيقولوا خلص رح اشتري وبعدين بشوف شو عندي غراض، هو العكس لازم يصير، اول شيء بعمل جردي انا شو عندي بالبراد شو عندي بالخزانه، في كثير اشياء متفشله لورا ما بقى بنتذكر شو هي بنجي بنلاقيها، يعني اه والله كان عندنا هالشيء. سو مهم كثير قبل ما اروح على السوبر ماركت شوف انا شو عندي بالبراد وبالخزاين، انا شو بدي اطبخ وعلى اساس اتقيد بالليسته. في كثير ناس بحطوا ليسته واخر شيء ما بيتقيدوا فيها، يعني انا بعرف من امي اوقات بتحط ليسته بعدين بتقول لا والله هذا الشيء جاي على بالي بتستحلي اشياء. ايه هلا نحن بالبيت عاده في رول انه قاعده ممنوع شيء ينكب، سو اوقات بنجبر حالنا ناكل وكل شيء بيقدر انه نعمله بالفريزر فيك، يعني حتى الناس ما بتعرف انه حتى اليخنات فيك تحطيها فريزر وبعدين تسخنيها مثل المايكرويف بس انه هيدا فروزن. وحتى كنت عم بحكيها بنقطه اذا شيء مكتوب بس بيفور خاصه تاريخ انتهائه او رح يقرب، الرول اللي انا بعطيها اللي انا دائما استخدمها حطوه بالفريزر، بصير هي مثل لما تحط شيء بالفريزر بيوقف الزمن. نحن ايه 100% يعني بيوقف الزمن، يعني انت شايتيها كان بعدها 3 ايام رح تخلص، حطيتيها بالفريزر لما طلعيها كانه ما عندها 3 ايام. هيدي الرول كثير مهمه وفي كثير ناس عن جد فيهم يستفيدوا منها بلا. خلينا نكمل بركه بالنصايح، يمكن هي قاطعه بالنصايح. النصيحه الثالثه هيدي العروضات حكيناها صح؟ حكيناها. النصيحه الرابعه شو هي؟ هيدا هي مش عارف. حبوا الاكل اللي بيزيد، يعني الاكل في ناس بتزهق من الاكل، يعني نحن اذا عملنا طبخه وبقي اكل زياده انه مش خلص اكلت منه ما بقى باكل منه. انه لا خلص عملت هالجين يعني ما بياكل نفس يعني يا اما اعملي الاكل على قد ما عن جد، يعني انتوا اربع اشخاص بالبيت اعملي على قد اربع اشخاص، يا بدنا نحب الاكل زياده يا اما خلص بدك تعمل بدك تحبيها للاكل انك عملتي، يعني ما تجربي انه ما تنهدر. وبرجع بقول لك انه كمان اليوم مثل ما قلنا اللي بيعطي كمان الله بيعطي، يعني انا اليوم اكيد 100% انه ما راح يروح عندي هذا الشيء، بقدر اعطي جيراني الا ما يكون حدا بيعرف شخص محتاج، الا ما يكون في اولاد في اطفال، نحن ورايحين على شغلنا نحن وجايين على شغلنا، يعني حتى نحن اذا اكلنا فواكه حبه فواكه، يعني انا من الاشخاص اللي بخلي حبه البذره بالسياره بكبها بمحل في تراب انه لا الا تطلع، يعني ما في شيء بيروح هيك. وبالاخر بس اهم شيء كمان بالنسبه للفرز لفرز النفايات ولفرز الاكل كمان هيدا شيء مهم. اليوم بنقدر نعمل نحن كفود بلاست اليوم عم نعمل كومبوست لكل شيء بيبقى عم نوديهم على مزارع بيهتموا فيه، يعني دجاج عندنا دجاج، يعني كل ما يشوفونا بينبسطوا، انا في بروح عند الدجاجات بس يشوفوني بيعرفوا انه معي اكل لهم. يعني بنقدر نستفيد كمان من كل شيء نعمل له ريسايكل، بنقدر كل شيء في له محلات، يعني ما ضروري نقعد نصبر عندنا زباله بقلب البيت او حد البيت او بالمستودع. نشوف النصيحة الخامسة انه يكون اكلنا محفوظ بطريقة صحيحة. هلا اكيد هو اول شغلة البراد، يعني كل شيء اكل بده يكون مطبوخ بعد ما ينطبخ اكيد بده بس يبرد بده ينحط بالبراد، ما بده يتسخن 3-4 ما كنا بدنا ناكل بدنا نطلع نشيل الطنجة مثلا نسخنها بنشيله ونسخن على قدنا. بلس اذا بحال مثلا بنفس النهار انا عارف انه هيدا الاكل ما بقى رح يبقى او ما رح ياكلوه دغري بجرب حطه بتابر ورد بالفريزر، مرة تانية بدي دغري بسحب بشيل بسخن. برجع بقول لك هيدي بحال اذا الانسان نحن بوضع، يعني انا بفضل بالوقت اللي بكون مجبوره اني احط بالفريزر حط بالفريزر، بس وقت اللي ما بكون مجبوره احط بالفريزر بفضل اني اعطي. وايدينه نشاف كيف الطبقات بالبراد كثير مهم، وين بينحط الخضره وين بتنحط الخضره. بالنسبه هلا نحن كبرادات بالبيوت لانه اليوم مش كل العالم مطاعم، برادات كلها معروفه الا الجوارير بتنحفظ فيها الخضره مغسله معقمه، بدها تكون بطريقه نظيفه، بده يكون عندك اذا عندك لحمه او دجاج بده يكون في محل الدجاج من تحت بيرجع اللحمه، لانه الدجاج في سالمونيلا اجمالا اذا نقط على ما يعد غير ماكولات فسو انه بده يكون الدجاج تحت بيرجع عندك اللحمه بيرجع عندك السمك. بنجرب نفصل الاكل اللي يعني اللحومات عن الاكل اللي جاهز طبع. يكون بمحل بعيد عن الاكل الني ما يكونوا قراب من بعض. واكيد كله بده ينحفظ بطريقه مرتبه تبريبرات ونرتب البراد، يعني كثير مهم نشوف كل يوم الصبح شو عندنا بالبراد، لأن في كثير اشياء يمكن ما بنلاحظها او ننسى انه عندنا اياها بالبراد بيسكلي. سو هيدي كثير مهمه مثل ما قالت الشيف. وفي شغله اذا بدك تشوفيها هي وقت الاكل يوصل لمرحله انا ما في استهلكه شو في اعمل، هو البيراميد
خلصوا النصايح. بعد في يمكن نصيحة سادسة أو إنها شفتها هي تبرعوا بالأكل. مثل ما قلنا إذا عندكم أو قلت مثل ما قلت الشيف إذا عندكم أكل فائض تبرعوا فيه إما لجاركم أو للناطور أو حدا بتعرفوه أو لبرات خير. وإذا عندكم كنتوا جزء من إيفنت مع إنه هلأ كتير قليل الإيفنتات يعني من أول كورونا لهلأ نحنا عادة بتعرف الصيف موسم أعراس ما كان فيه غير عرسين وقتها هلأ الشهر اللي مضى ورجع صار فيه اللوكداون. إذا أنتوا بإيفنت وحسيتوا إنه في أكل بدي ينكب لأنه الخبرين ما بيعرفوا العالم إنه كل هول البوفيات وهول الأعراس هالأكل ما في شيء بيبقى كله بينكب يعني الكيترينج عنده الرول ما بيبقى شيء أكل. فنحن انه اذا هن ما عرفوا يعملوا هيدا الشيء نحن هون لنقول للعالم انه ما تعتمدوا عليهم ما تفكروا حيعطونا الموصفين حيكبون. اذا قادرين انتم تاخذون او تتواصلوا معنا كمان نحن بنقدر نساعدكم بهالموضوع تما يروحوا هذا لانه خصوصي هالايام يمكن قبل بقول الواحد ماشي الحال بس هلا في كثير ناس عم بتعاني من الجوع فكتير مثل ما قلت يعني في ناس عم تنبش بالزبالة يعني بتحاجي لكل لقمة خبز يعني ايه انه يعني لقمة الخبز اللي ماشي عند عالم عند عالم عم بتكون هي كل شيء. فحتى كمان عم نتوجه لكل الاصحاب المحلات واصحاب الشركات وكل هود اللي في بايديهم بضاعه وفي عندهم منتوجات وفي عندهم هيك انه بليز قبل ما توصلوا الاكسبايرد وما تعرفوا شو تعملوا جربوا صح فكروا صح وجربوا انه تبرعوا فيهم. واذا حدا بحب كمان منهم هن كمتطوعين يجوا كمان يشوفوا كيف عم بتم يتعلموا منكم يشوفوا كيف عم بتم توزيع هيدي الاغراض والاكل اللي عم نعمله كمان منه بيساعدوا منه كمان بيكونوا ما عم يهدروا. بدنا نقول للمشاهدين انه فيهم يتواصلوا معكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي فود بلاست على انستغرام وعلى فيسبوك ايضا. يعني بدنا نحكي أكثر عن البيراميد اللي كنت عم تحكي عنها إذا فيك تفسري لنا عليها وإذا فينا كمان بليز نشوفها على الشاشة. هو هيدا اسمه الفود ريكفري بيراميد. هو بيسكلي بيقولوا لما يبقى عندك أكل شو فيك تعملي فيه. نحن أكثر شيء اللي بنفكر فيه هو هلا ما مبين تحت فود بس أوكي فينا بس بليز نشيل السجل لحتى نقدر نقرأ البيراميد من تحت لفوق. هو نحن لما يكون عندنا أكل فائض أول شيء هو بالبيراميد ننزل لتحت دغري على اللانفيل أو منكبه بالزبالة. أوكي. هيدا الشيء هو آخر شيء الواحد لازم يروح عليه لك كم ستيب. هيدا آخر خيار إلنا. آخر خيار منكب الزبالة. فبيقولوا لك شو فيك تعملي بهالأمور. أول ستيب بيقولوا لك إنه قبل أصلاً ما يصير عندك أكل للكب ريدكشن أو خففي الكمية اللي عم تشتريها أو عم تطبخيها. يعني أهم شيء الواحد لما بده يعمل اكل يبلش يعمل عقده نتبع النصايح اللي قلتونا اياهم قبل شوي بتعمل مش عقده او كان محل في اكل زيت شو في اكل في اول شيء الواحد انه مثل ما قلنا يوضبوا بالبراد يستهلكوا بالنهار الثاني او في to feed hungry people يعني في تبرع فيه لاشخاص محتاجين لانه في اشخاص بيقولوا لي اختي انا ما راح حتى لانه بعرف حالي ما راح اكل لانه مين عم بضحك يعني ففيهم يتبرعوا فيهم لعالم محتاجين. في اكل مثلا بيقول لك هي مش خارج عالم ما بنكبه نعطيه للحيوانات لانه الحيوانات بياكلوا كل شيء خصوصا الدجاج يعني بيعرف الدجاج بيعرف انه الدجاج بياكلوا الاخضر واليابس. نحن في كثير اصلا عندنا عزايم وخصوصا خاصه بالعوايد اللبنانيه انه من كثير بنكثر اكل وبنعمل طاوله يعني مثل ما بيقولوا إيه. وبيبقى كثير اكل في ناس اوقات بيعطوا مثلا للمعازيم انه خذوا معكم بدبل بول ما في احلى منه بس في ناس بتستحي وفي ناس بتستحي بس شو فيهم يعملوا يعني الطبخه فينا نحطها بالثلاجه عاده وناكلها اكيد فيك تقسميها بس بتحطيها بالفريزر تقسميها يعني ما تحطيها كبيره كرمال اذا بدك تشيلي عقدك لانه ما تعملي دي فروست في مره دابت يعني وقتها يعني بس يعني. تشيليها من الفريزر خلص شلتيها يعني اليوم انا اذا عامله بقي عندي اربع صحون ما راح احط الاربع صحون مع بعضهم ممكن اقسمهم صحنين ممكن اذا كانوا شخصين بالبيت يقسموهم اربعه مثلا اليوم طلع على بالي شيء ما لحقت اعمل اكل بعمل هيك بساوي فهيدا الشيء كثير مهم على فكره بيوفروا الناس على جيوبهم كمان بنعرف هلا في ناس كثير بتعتمد على الدليفري كمان واحد انه شيء نعمه اذا عندك شيء زايد لانه كمان فيك ترجع تستهلكيهم بوقت يمكن انت ما قادره تدفعي حق الدليفري او تقولي انه في ناس بينبسطوا بيلاقوا اكل بالبراد او اذا فينا نحكي عن البرادات اللي عاملينهم اذا ذكرتوا قبل شوي خبرونا عنهم اكثر برادات الخير وكيف بس لكمل النقطه انه بعد ما انه شيء اكل ما في يستهلكوا اشخاص بنعطيه للحيوانات
بتجي المرحلة الثانية اللي هي industrial uses، يعني في بلدان بيشتروا النفايات الغذائية من العالم الثالثة ليعملوا فيهم كهرباء، بيعملوا بايو فيول لهالدرجة وصلوا يستهلكون كطاقة. وآخر شيء بقول لك مثلا قبل حتى ما ينكبوا هيدا النفايات الغذائية فيها عاملين كومبوست أو سماد واللي هو أكل للنبات، يعني لك كم شغلة فينا نعمل فيها قبل ما نكب الأكل. نحن عادة بنروح على أول ستيب اللي هي الكب النفايات. وكرمال البرسنتجز نسيت هلا الإحصاءات ما قلتهم، بالعالم 30% من الأكل عم بيروح هدر، بلبنان كمان تقريبا حوالي 30% من الأكل بيروح هدر، 65-70% منه نفايات عضوية، يعني عم تحكي خضرة وفواكه. يوم يعني يوم هدر الطعام ورمي النفايات بيأثر على البيئة كمان كتير، بيأثر على المجتمع. في ناس ما بيحكي عنه هيدا أكيد نقطة. لأنه بس كمان ينخلطوا مع بعض ممكن بيصيروا بيعملوا بيفرزوا أشياء مش صحية، يعني مش لما تكون الفواكه، لما تكون الخضرة لواحد، لما يكون البلاستيك لواحد، لما يكون الكرتون لواحد، في شيء بيتحلل قبل شيء، في شيء بتستفيد منه الأرض، في شيء ما بتستفيد منه الأرض بيأذي، في منه بشيء بيتحول لسموم. يعني أنا النفايات الغذائية هي من يعني لما نكبها نحن ما بنعالجها بلبنان، بنطمها أو بنتركها هيك بالهواء، يعني بتطلع ميثين غازز اللي ما بيعرف هو الجرين هاوس غازز. ميثين غازز هني من الأسباب اللي احتباس الحراري اللي كل هلا العالم تحكي عنه، هو الاحتباس الحراري والكلايمت تشينج. هو مش البلاستيك ولا هو النفايات الغذائية السبب الرئيسي من الأسباب اللي بتؤدي للاحتباس الحراري، لأنه الأكل بيطلع منه غاز كتير مسم يعني للأشخاص وللبيئة. وما في كتير ناس بيفكروا هالقد، يعني صار بلبنان في كتير تركيز على البلاستيك، ما في ناس يمكن ما بتعرف انه النفايات الغذائية أضرب من البلاستيك حتى أوقات، لأنه دغري مفعولة، بينما البلاستيك بيضل بالأرض بده كتير وقت الحيوانات كمان. يعني هيدا لا دغري مفعولة بيأثر، وكمان كرائحة كمنظر. ولما نعرف انه هيدا الشيء فينا نستفيد منه ليش لا، يعني البلاستيك ما فيك تستفيد منه طعمي في عالم أو حيوانات أو نبات، بس هيدا الشيء ريسورس. والناس اللي ما بتعرف أنه لما عم نكب أكل كأنه عم نكب مصاري. يعني أنا دايما بقول للناس إذا بدكم توقفوا هدر أكل تخيلوا الأكل دولار ألوفي أو دولار هلا دولار. إيه أنت رحت اشتريتي، رحت دفعتي حق هيدا الغرض، لما عم بتكبي عم تكبي حقه. فلما نفكر هيك في كتير ناس يعني بيصيروا يقولوا آه والله إنه ما بيفكروا قد في هدر لموارد، لأنه هيدا الموز اللي إجت ما إجت من الفضاء، وقعت في عالم اهتموا فيها، في تراب، في فيرتيلايزرز مواد انحطت لها لتكبر، المي اللي انصرفت، كل شيء استعملناه ليصير عنا هالموزة لما نكبه عم نكبه معه. وهيدي الموارد ما بترجع، يعني هيدي نون رينيوبل. سو الناس لما يصيروا يفكروا بهالطريقة، أنا كتير لما أحكي مع الأولاد بالمدارس، لأنه كتير بحكي بروح على تعملوا توعية بالمدارس، ما بيفكروا هيك، بس بيصيروا يفكروا لما أنت تدوي على النقطة. يعني بالنسبة له كبيت الموزة خلصت هون، لما تفكري بقصتها لهالموزة بصير تقولي اه اوكي لا في لها قصة، وانه لا ليه بدها تنكب، ليه ما قدرت انا اعمل شيء تاني فيها. خصوصا الاولاد حتى لما يروحوا بصيروا يخبروا اهلهم، واهلهم بيقولوا لي كثير مهم عن صغر نفكر بهالطريقة، لانه الموارد على هالكرة الارضية ما رح تزيد، عم بتقل، والطلب عم بيزيد، وما في موارد كافية لكل الكرة الارضية. فكثير مهم الشخص يبلش من نفسه. وموضوع هدر الأكل هو يمكن الأشياء الوحيدة ما بتعوزي فيه لا دولة ولا يعني هي مبادرة فردية وشخصية، يعني ما في يقول إنه ويني الدولة، ما خص الدولة بهالموضوع، يبلشوا من بيوتهم ولا سياسي ولا شيء، يبلش كل واحد من شخصه. يعني فيهم مثلا يعني منقعد منقع على المكبات، مثلا بلشوا من بيوتكم مثلا كل حي إذا في 6-7 نسوان 8 نسوان قاعدين كل يوم، إذا بقى عندها شوي حطتهم بالفريزر، آخر الجمعة اتفقوا على نهار إنه ما يطبخوا أكل، كل شيء أكل فايد بقي عندهم، يعملوا طبخه ويقعدوا يعملوا جمعه مثل ما كانوا يعملوا ايام، او يعملوا اذا مش قادرين هن يودوا يعملوا. حكينا عن موضوع الاستحقاق قبل ما نحكي عن البرادات، وكيف العالم فيهم يساهموا معكم بصندوق البراد الخير اللي اطلقتوه. مش بس نحن، حتى هن بيقدروا يعملوا، بيقدروا اي بنايه مثلا بيعرفوا بيقدروا يحطوا بقلبها براد صغير، يحطوا بقلبه، بتصير العالم تروح كحدا بيصير يخبر حدا. يعني اذا كل حي في بقلبه براد، الا ما حدا يكون في عنده
شيء، لو كل يوم واحد حط شغله صغيره بقلبه يجي حيجي واحد ياخذها ويروح. يمكن انا اليوم اذا بقى عندي زياده خيار بحطهم بالبراد، بلاقي بندوره انا بدي بندوره باخذ بندوره. كل واحد شو بحاجه، بتصير هيك شوي هيك شوي بتصير العالم بتتعود. يعني قبل ما نحكي عن هالموضوع بدنا نحكي عن موضوع الاستحى، واطلقتوا انتم حمله ما بدها استحى. خلينا نحضر تقرير عن هذه الحمله لحتى نقدر نرجع نتابع موضوعنا. مشاهدينا تابعوا معنا التقرير. قلك مش هعمله. نو واي. دايما تتراجع على اخر لحظه. رجع بقول لي دايما بتتراجعي. شكرا، بس هيدي خامس مره بتسكب لنا، حنقضيها فايتين وطلعنا على حمام. طيب شكرا معك استاذ. جرسه انت جرسه. بعرف تدربنا على هيدا الشيء، بس مش على اساس بهيك مطعم. طب حعيطوا للويت. لا لا خلص امري لله. في بليز اخذ ماي تيك اواي. اكيد. ثانك يو. كمان ما بدي استحى. اطلب اكلك معك، حمله اطلقتها فود بلاست للتخفيف من هدر الطعام بلبنان. مايا يعني خبرينا شوي عن هالحمله. في كثير اليوم ناس بيستحوا انه يتركوا الاكل، يعطوا لغيرهم، ياخذوا يعني اذا بقي كانوا بمطعم وبقي كثير اكل بيستحوا يدبون وياخذون، يبقى يمكن فيهم يعطون لفقير مش ضروري هن ياكلون. خبرينا اكثر عن هالحمله. هي الحمله بلشت لما شفنا انه طب العالم لما يروحوا على مطاعم مثلا دائما بيبقى اكل، خصوصا بالمطاعم اللبنانيه. ليه؟ انه نحن مثل ما يعني دائما بيقولوا برا برا، ليه نحن مش مثل برا؟ ما بعرف، هي بحس نحن كثير مجتمع مبني على المظاهر، هيدا الشيء بيؤدي لكثير اشياء ما لها عازه بالحياه. بس انه اذا بنشوف يعني شيل المظاهر على جنب، اذا الواحد عن جد بفكر بالموضوع طب ما هالاكل حينكب والناس حتحكي، يعني هو بلبنان شو ما تعملي رح تحكي عنك العالم، فاعملي شيء منيح او خلي العالم تشوف عن جد على حدا عم يعمل شيء خارج ينحكى عليه وبركي يعملوا مثلك اذا بعدين انه شافوا والله. لانه احنا اذا الكل مثلا بيستحي اكيد بتحسي انه ما فيك تقولي للعالم طب ليه ما بتاخذوا اكل، طب بيقولوا لك ما حدا عم ياخذ اكل. عشان هيك دائما بقول الشخص يبلش بنفسه، ما يطلع بغيره ولا يعلق على غيره. وانا بلشت معي يعني من 2012 بهتم له الاشياء، وحيلا مره بروح على مطعم دائما ما بخلي شيء معي. فكان دائما حتى من رفقاتي يقولوا انه شو ما عندكم اكل بالبيت ولا ما شبعتي ولا انه عيب ما يتركي شيء بالصحن. بتعرفي حتى احنا يعني اهلاتنا اوقات بقول لما نكون عند عالم تركوا شيء بالصحن تما تبينوا انه انتم ما عندكم انه مجعانين او فجعانين او ما بعرف شو. مع انه بالبيت لا بتقولي بدك تمسحي صحنك يعني ما تخلي في شيء، فهالتناقض. ليش؟ لانه هنيك عالم وانت بالبيت. هو بالعكس واحد لازم يتصرف على طبيعته وين ما كان، وخصوصا لما يكون شيء خاصه بهيك شيء صح. لانه انت لما تعملي شيء صح بغض النظر عن الاشخاص شو بتحس او تكوني مقتنعه رايها فيكي، المهم انت تكوني مقتنعه وبتعرفي انه عم تعملي شيء صح. وانا من نفسي يعني انا لما اظهر مع رفقاتي ما حدا بيسجل يترك شيء بصحنه، حتى لو ثاني نهار اجوا على نفس المطعم اكلوا نفس الشيء وتركوا بصحنهم، بس انا لما اكون ما بيسترجوا. في كثير ناس حتى لما انضموا لجمعية فود بلس قالوا لي انه انا كنت مثلا اروح على المطعم اطلب بيتزا يبقى بيتزا ما اسال عنهم. هلا لا بحسوا بذنب او شيء انه لا ما يا زماني ما بتقبل او مش هيك تعلمنا او لا خلص في عالم كثير توعية. ايه هي كثير مهم انه هالكم انه هيدا حقك كمان. في حتى عالم بس تطلب الاكل تيك اواي بيطلعوا فيك انه ايش شو نوعية حتى الويترز بحسسوك انه بحسسوك يعني انه انت عم تعملي شيء غلط. لا مش غلط، انا دافع هيدا الصحن مزبوط يعني هيدا حقي بدي اخده معي او بدي اكله كله بقلب المحل ما حدا له معي. فحتى العالم اللي بيكونوا بالخدمه مفروض انه هن كمان يكونوا يشجعوا هيدا الشيء. حتى في اشخاص اللي بيكونوا عندهم حس المسؤوليه عندهم هن بيسالوا بتحبوا تاخذوا الباقي معكم او بتحبوا بس روح على شي محل ويقولوا لي اذا بدك تاخذيهم او تحطيهم. فهيدا الشيء كمان مفروض انه يكون يعني يكونوا الاشخاص كلهم سيركل وحده، يعني كلنا يعني يبلش هيدا الجيل اللي بده يطلع كله يفكر
يفكر على نفس المستوى، كله يفكر على نفس النمط، بيوصلوا لمحل صدقيني بيكون كله مرتاح، وتقريبا ان شاء الله ما بيكون حدا جوعان. يعني خبرونا اكثر عن صندوق براد الخيري اللي يعني عم تشتغلوا فيه وعم يعني عم بيساهم بمكافحه هدر الطعام بلبنان. صراحه هيدا وانتم يعني يعني بركي يمكن اول جمعيه او الجمعيه الوحيده بلبنان عم تشتغل على الصعيد. هلا في عدد كبير حطوا برادات شفتهم. انا ليش انا عملت مشروع برادات الخير؟ بس عملناه بطريقه براندنج كثير مرتب. شو هو هيدا المشروع؟ مشروع برادات الخير انه نحط برادات للعالم مثلا عندها اكل بس مش كثير. في اوقات كانوا عالم يدقوا لنا يقولوا لنا عندي اكل ما بدي كبه، يطلع عندهم صحن كبسه. طب انا بدي اروح اطرق مشوار كمان صحن كبسه، انه بحس اوقات الاشخاص يفكروا شوي انه انا هاي الصحن فيه اتبرع فيه للنطول للجيران لحدا على الطريق. وقلنا طيب مثلا واحد لهالدرجه مش قادر يعمل هالشيء، عملنا انه يكون في برادات بمناطق ببيروت وبعدين برات بيروت. يجي الشخص يحط بالبراد والشخص المحتاج ياخذ. الفكره اللي كنت عم شوفها انا انه براد بحطوه بالطريق بحط خاضعتي. أول شيء طريقة الحكي ما بتشجع، شكل البراد ما بيشجع إنه الواحد يحط فيه. وأنا كنت من الجمعيات اللي كنا نحط فيهم هول البرادات، أكتر شيء تلاقيهم على الجوامع أو بالكنيس أو هيك أو راندم، حتى أوقات هيك براد ما معروف مين وكيف وين. لا نحن اللي عملنا برادات مرتبة، مكتوب تفضل أو تبرع مش خوض. يعني هي طريقة الحكي منهم موجودين يا ريت، بس إذا بيروحوا على الويب سايت بيشوفوا كوميونتي فريتش فاند بيلاقوا صور البرادات كيف هي، في معلومات عن المشروع كيف التواصل، كل براد في شخص مسؤول عنه يعني بيطلع عليه بيشوف هل هو نظيف هل هو ماشي صح. في أكل مثلا حدا حطه مش مأخوذ بده كب، اسمه كوميونتي فريتش أوفيسر مثلا. حرارة البراد منيحة عم بتحافظ يعني على الاكل، عم ينحط الاكل بطريقه مضبوطه، مش يلا اليوم الناس عم بيروحوا بيحطوا اكل عندي اكل بحطه بكيس وخلص يلا اللي بده ياكل ياكل. لا انه يعني ينحط بالبراد كانه انا اللي بدي اخذ. يعني انا عم حط لك لك كانه انا بدي اخذ، لانه انا بالمقابل يمكن كمان اخذ. فلازم يكون انه بالقليل انه اللي عم ينحط بالبراد انه يقدر واحد ياخذ. يعني انا اذا عندي ولد جوعان بده ياكل ورحت لقيت اكل بقلب كيس مثلا مكبوب بالبراد ما بعرف شو، ما رح استرجي طعميه. لانه انا يعني كيف عم يستعمل هالاكل اللي عم ينحط بالبراد؟ بقول لك هو المشروع اساس بده نطلقه السنه الماضيه باكتوبر 16، هو يوم الغذاء العالمي اللي هو كمان مش بعيد من هلا. وصارت الثورة تاني نهار، يعني احنا بسكسين اطلقناه 17 كان اول نهار ثورة. يعطيك العافية هونيك، يعني انسي برادات. تاني مرة قلنا يلا هدت الثورة شوي خلينا نطلقه، اجت كورونا لا ما فينا فود سيفتي والناس ما بتسترجي تاخد شيء مثلا حدا حاطه. رجعنا هلا مثلا عم نرجع شوي، بدي بلش ارجع فيه للموضوع. بس بتعرفي الحالة انه ما بتسمحوا اصلا. نحن الطريقه اللي حاطين فيها حاطين البرادات بجمعيات، ولجزء كبير من الوقت هول الجمعيات كانوا مسكرين لانه من وراء الكورونا ما في جمعيات بقى يستقبلوا عالم او يصير في تجمعات. ونحن ارتقينا انه افضل نحطهم بجمعيات، لانه هول الجمعيات اصلا عم بيجي عالم محتاجه، وهو اللي فايت والطالع انه قادر يشوف في شيء باخده. ونحن كمان كنا نحط فيهم اكل للبرادات كرمال هول الجمعيات يكون عندهم حدا عم يعطي كمان، وتننشر الوعي عن الموضوع. هلا اللي بقول لك اياه انه يوم الغذاء العالمي بعد الاسبوع الجاي او اللي بعده بست نعم بعد 10 ايام بعد 10 ايام سو انه رح جرب ارجع انه نطلق الحمله من اول وجديد، على امل انه في ناس حتتشجع، وخصوصي هلا لانه الاوضاع بلبنان كثير صعبه. ويمكن مثلا في ناس كثير بحاجه، في كثير ناس بحاجه، ويمكن في ناس بقول لك طب انا شو قادر اتبرع ما انا اصلا حالتي على قدي. بضل في الواحد يطلع معه شيء، يعني حتى لو مش شخص معه مصاري مثل ما قلت الشفقه، بتشتري مثلا كيلو خيار، بتشتري كيلو زياده لحدا، او بقى عندك شيء مش عايز تي بدل ما ينكب، انه هيك اشياء بسيطه مش ضروري عم نقول ما نعبي الماركت نحط براد. اذا حدا مثلا بحب يحط بقلب البراد يكون في كمان من قبل جمعيات منظمه تمر تاخد تحطهم ببرادات الخير. المهم انه الواحد لما يحط بس التاريخ اللي حط فيه الاكل، كمان الشخص اللي جاي ياخذ يعرف بس هي انه اسهل شيء. بس يوم كيف فيهم الناس يساهموا يعني ليعرفوا وين البرادات؟ على الويب سايت www.foodplus.org هونيك في معلومات عن حمله مبادئ استحى، وفيها الاحصاءات اللي الاشخاص ممكن يستفيدوا منها والنصائح. في بقلبها شيء كمان اسمه كوميونتي فريتش فند اللي هو مشروع
صندوق برادات الخير، كمان فيهم يشوفوا هونيك شو هو المشروع، ليش المشروع، وفي خريطة فيهم يقدروا من وراها يشوفوا وين هن موجودين البرادات. تقريبا في هلا 7 برادات لأنه مفروض ماشيين، سو بس عليهم يروحوا، وكل براد في شخص اسم الشخص المسؤول عنه ورقم تليفون، طيب إذا بحبوا يتأكدوا إنه أوكي البراد ماشي، قادر أنا أجي أحط فيه شيء أو قادر أحط فيه. سو سهلناها كتير للأشخاص لدرجة إنه ما بقى حدا يقول لي ما مش عارف شو أعمل، إنه كتير حتى بعد هالحلقة اللي حضرها ما حدا بقى يقول آه عندي أكل مش عارف شو أعمل فيه. يعني نحن النصايح اللي حكيناه والطرق اللي فيكم تعملوا فيهم اللي هن ما تكبوا الأكل أو إذا بدكم تخلصوا منه شو هن السبل، عن جد يمكن هالحلقة لحالة يمكن صمري لكل شيء قادر الواحد يعرفه عن كيف يخفف من هدر الأكل، لأنه هو مثل ما قلنا كل شخص بيعتمد على نفسه بالموضوع، لا في حدا جاي يأخذ لك الأكل أو ناطر دولة تلم زبالة، ببلش من عنا. وأول ستيب هي أنه نخفف من الكميات اللي عم نشتريها ونستهلكها أو نستهلك قد حاجتنا، وإذا زاد عن حاجتنا حكينا أنا والشيف شو فينا نعمل، وإذا شيء مثلاً تاريخ صلاحيته قريبة ما بقى مثل أيام زمان نكب لا. وخصوصي هالأيام الشخص صار إنه محتاج إنه يستخدم كل شيء عنده بالبراد المخزن، يعني قبل يمكن كنا أوكي قادرين نشتري غيرهم من كب، هلأ لا، هي كيف فينا نعمل الماكسيموم من الشيء الموجود عنا. وهيدا الشيء المستقبل اللي رايحين عليه كهيوم مينز أو كناس على كرة أرضية مواردها كتير ضئيلة وما بتتجدد، كيف أنا بقدر إنه اللي عندي أعمل منه شيء ما يروح شيء منه كب. حتى يعني نحن انتوا عندكم نعم انتوا كجمعية عم تطعموا الجياع من أول النهار، يعني يمكن هذا أكثر بتحافظوا على الطعام وبتكافحوا هدر الطعام أكيد. بس بنفس الوقت بتطعموا الفقراء أكيد. عندكم المطابخ، خبرونا أكثر عنهم لهالمطابخ، يعني شو الهدف منهم وكيف عم بتتم المساعدة من خلالهم؟ بركة شاف لينا شافون المطبخ طبعاً. نحن هلأ موجودين حالياً بأوتيل ريفيرا نعم على المنارة، قدمونا هن المطبخ بعقدوا نعم. يعني هن ما عم يشتغلوا بالمطبخ، قال شو بدنا نحطه هيك نعطيه لجمعية بتستفيد منه، فبلشنا نعم. عم نطبخ فيه نحن والكل المتطوعين مع الفود بلاست، كل يوم عم نعمل 400-500 وجبة. يعني من وين عم تجيبوا الاكل المواد اللي يعني عايزينها لحتى تحطوا له الوجبات؟ في اشياء نحن عم نجيبها اكيد عم نشتريها، في عالم عم تتبرع لنا عم نشتري بالاشياء، وفي الخضره القديمه اللي عم القديمه اللي كمان عم نجرب قد ما فينا انه نجيب، عم تتعاملوا مع سوبر ماركت محلات في محلات في محل خضره مثلا بنعرفه بيعطينا مثلا كل يوم بيومه شو بيبقى عنده خضره، بيعطينا شيء بيبقى عنده خضره ما بتنباع ثاني يوم بنجيبها بنطبخها. في وزلي سوبر ماركت، وزلي زني معروفين بيجيبوا من أمريكا بضاعة، ولما تجيب من برا بضاعة كتير بيصير مشاكل أو بيصير الطلب يتأخر ليوصل، أو مثلاً طلب على أشياء معينة بتخاف خصوصي مع الأسعار، سهولي شو بدهم يعملوا فيهم، بده يكبون أو يتلفون لا بيعطونا إياهن. في أشياء مثلاً بس بفول مثل ما حكيت عنه بيكون خالص ما فيك تبيعيه بلبنان، ما حدا بيشتري، نحن لا بناخده ونعمل وجبات. قد اليوم يعني انت حضرتك شاف لينا كطاهيه بالمطبخ قد ايه مهم انه يعني يعني عندك كثير مواد غذائيه مامنه بس في اشياء كمان ما مامنه، قد ايه مهم دورك لحتى تقدري تعرفي شو تطبخي من هالمواد؟ يعني ما فيكم تشتروا كل شيء اليوم وتعملوا وجبه كامله للناس. هلا عم نجرب قد ما فينا شويه خضره على شويه حبوب على رز على باستا على خبريات، بنقدر نعمل وجبه متكامله لو انه يمكن اوقات العنصر الدجاج او عنصر اللحم منه موجود، بس انه منه شيء اساسي لانه في عندنا الحبوب تبقى اهم، عندك الخضره كمان كثير مهمه، عندك الجزر الكوسه البطاطا البروكولي، فعم نعمل كتير اشياء مثل البندوره كمان، يعني كله عم بيركب وعم بيتزبط وعم يطلع، والعالم كتير عم بحبوا هيدا الشيء وقادرين باي شيء. يعني انا اذا بدي اعتبر حالي خليني اعتبر لبنان كله صار نباتي، بقدر استفيد وطعمهم كله نبات، طالما انه الانسان اللي هو عن جد بنحافظ على البيئه بهالطريقه، طالما هو عن جد فيجيتيريان وعم بكمل وعايش بصحه منيحه، يعني انا بقدر انه بلاهم. واكيد اذا كانوا موجودين عم بيكونوا موجودين، ومنتشكر كل حدا كمان عم بيساعدنا وعم يتبرع وعم بيقدم، هو يعني
اللي عم بيجينا عم نعطيه والزيادة. ونحن كثير بهمنا النوعية، لأن في جمعيات بهمهم العدد مثلا، أوقات بشوفهم يعني باستا وشوية صوص، لا نحن يعني اللي بنعطيه لغيرنا هو اللي نحن بناكله. يعني مش إنه يعني أنا كشيف يعني وكأم مثل ما بقولوا حدا بالمشم ما ببل أضحك على شخص إنه أنا أعطيتك صحن يلا خلص خود هيدا صحن، لأنه بس إنه لبفرج إنه أنا عم بعطي، لا إنه عم بعطيه صحن يقدر يشبعه بس كمان بنفس الوقت ما يبقى منه. ايه وعم نعطي معهم سلاد، عم نعطي معهم كب كيكس، عم نعطي فواكه، يعني حتى اذا بحال شفنا صور قبل شوي للوجبات قطعوا يعني وجبه متكامله، يعني مش يعني عم ياخذ وجبه، عم ياخذ وجبه انه عم بتشبع انه لشخص، يعني حتى يمكن اوقات بيكون حدا هيك ما انه كثير كبير او صبايا او شيء انه كل اثنين عم بياخذوا وجبه لانه بتكفيهم، عرفتي؟ يمكن لو حدا منه بحاجة بياكل وبكب ما بتفرق معه، بس بيكون بحاجة بيعرف قيمة الأكل. فنحن من هون منحب إنه نقول للعالم هيك إنه عن جد خلي يكون عنا قيمة لكل شيء وعن محبة كله بيتزبط. عم نشوفك على الشاشة. مزبوط 100%. أي الوجبة ولا وجبات عن جد يعني كاملين ما فيهم شيء ناقص. وهو اللي عم تقدروا تعملوهم من خلال الاشياء اللي عم تشتروها. في اشياء اكيد عم نشتري كثير، نحن يعني عندنا بالجمعيه متبرعين افراد، يعني بتقول بس شغله للعالم فوت، بس منا جمعيه لا دينيه ولا سياسيه، هي جمعيه انسانيه والاشخاص اللي بيديروا فوت بلس بيشتغلوا فيها هن كلهم متطوعين، يعني ما حدا بيقبض ليره بفوت بلس. صرنا هيك 8 سنين وناويين نضل هيك، والمبدا تبعنا انه كل شيء نحن بيجينا كدونيشنز او تبرعات بتروح دغري لاشخاص المحتاجه، اما على شكل وجبه أو عن طريق المولي أو عن طريق أو وجبة. لأنه من الأول يعني إحنا حتى مع كل شيء صار ما قلبنا وصلنا نعمل أشغال، يعني في كتير جمعيات ما كانت تعمل لحصة غذائية لوجبات، صاروا من وراء الانفجار عم يعملوا هالأمور. وأنا إنه منبسط من هيك أشياء، بس بعرف إنه مش يعني بدك يكون عندك خبرة بالموضوع. يعني أنا في الحصص الغذائية روح عند سبلاير واحد يعطيني إياهم كلهم ويضب ليهم ويعطيني إياهم، بس ما بكون عم بوفر. نحن يعني كل حصة غذائية بنشتري من 5 سبلايرز، كل واحد مننقي شو أرخص شيء عنده بيروح بالحصة. يعني فيها كتير شغل، ومش كل الأنجوز لها الخلق. يعني نحن حسابات كتير، يعني نحن منتعب ليجينا تبرعات، وعنا هالتبرعات كمان هو لأنه نحن الشخص اللي تبرع فيك واثق فيك انه انت حتحطي هالتبرع يعني قد ما فيك تستفيدي منه، يعني معصر عصر للألف ليرة او العشتاف او اللي هي. وهيك نحن بنفكر، لانه نحن اشخاص عم تبرع فيها مش اشخاص غنية او مليونيرية او رجال اعمال وهالول اللي عندهم جمعيات او ما في منهم، نحن اشخاص عادية ممكن اشخاص، بس انه حدا 100,000 حدا 200,000 حدا 10,000 جمعيهم سوا بيصيروا مبلغ، واذا هالمبلغ لا دفعتي واتب ولا شيء بس راحوا دغري لا يعملوا هالحصة بيعملوا منيح. هيدا اللي عم نقوله، وخصوصا انه يعني بوجه تحية اكيد هون للمتطوعين اللي نحن لولاهم ما قدرنا نعمل هالشي. وتخيلوا هالمتطوعين ان العالم كان عم يقبضوا قدما ندفع لهو العالم مثلا ليساعدونا، بدون ياخدوا من طريق الاكل من طريق العالم. فهو العالم لا ما بدون شيء منا غير انه بالعكس اخر نهار بيتشكرونا قلنا، يعني انا بجيت اتشكر المتطوعين بيقولوا لا عشان عم تشكري نحن ما نتشكرك اعطيتينا الفرصة انه نساهم بهالطريقة، خصوصي بعد كل شيء عم بيصير بلبنان والكورونا، في كتير ناس انحبست ببيوتها وصار عندها اكتئاب انه بدها تعمل شيء، انه ما عم تقدر تروح على الشغل ولا تشوف رفقاتها، بس بتعمل شيء وشايف الوضع كيف فتطوع. عم نعطيهم الفرصة انهم يعملوا فرق من شيء بسيط، يا انه وعم نعلمهم كمان اكيد المسؤولية الاجتماعية، بصير في وعي بكل بيت. وكمان بعدين بصير التشارك بين هيدا الجيل، لانه الكل متطوعين يعني هن من كل الاعمار اجمالا منهم كتير كبار يوعى مسؤولية المستهلك، على مسؤولية بعدين بصيروا بيجيبوا اولادهم كمان، فبيتعودوا كمان انه كيف يشاركوا عدو. كيف انه نحن ما منكب الاكل، انه مثلا بيجينا اوقات مثلا متطوعين انه مثلا اوكي بقي هيدا الخس انه مثلا بدهم ياخذوه ليكبوا، لا خلوه على جنب مثلا هيدا بناخذه الجي للدجاج، انه ايه
مثلا هي للزلاحف للطيور للكومبوس مثلا، جمعوا الكراتين لواحد جمعوا هيك يشو كيف هيك يعني حتى ما عارفين المي نحن ممنوع نجيبي معي انيت مي بلاستيك، بنشجعهم يجيبوا انيت الخاصه، واذا ما عندهم عندنا انانه بالجمعيه فيهم يستخدموهم ونغسلهم بيرجعوا بغسلون يعني من اشياء بسيطه مثلا بصيروا بيطلع انه يي انه ايه معكم حق يي ايه معك عرفتي إيه؟ ما في وعي، ويمكن توعيه بركي من خلال المدارس او الجمعيات الاخرى هذا الموضوع او حكي مش فعل، لانه كلنا من المدرسه بيحكون على البلاستيك مضر ولازم نعمل اعاده تدوير، بحطوا زباله واحده لكل المحلات وبالمدرسه بيكون بكل المحل يعني ايه بوبل واحد لكل شيء للورق ولكل شيء ما حدا بيفرز. مايا ولينا خبروني اكثر بس بكلمه اخيره، شو بدنا نوجه رساله هيك قصيره للمشاهدين بالختام؟ انت انا وانت، انا بس بدي اقول للاشخاص انه بعرف ان عم نقطع بظروف كثير صعبه، بس بدي اقول لهم انه خلوا ايمانكم كبير، يعني اول شيء الامل، يعني اهم شيء نضل عندنا امل. وانا بقول لك من العالم اللي كثير بيصير مع اكتئاب اوقات، بس دائما لما اشوف المتطوعين بحس لا والله في امل عن جد، في ناس عم بتقوم وعم تعمل شيء ما عم تاخذ شيء مقابل بس حابه تساعد، وهول العالم بيعطوني امل. في كثير ناس فقدت امل بلبنان وبالدوله وبهالاخبار، حلو بالشيء اللي بنعمله انه ما بنعوز دوله ولا بدنا حدا ننطر حدا ليعملنا شيء، نحن عندنا شغله ونحن بنعملها وبمساعده المتطوعين والاشخاص اللي عم تتبرع اكيد، خصوصي لانه بعد كل شيء صار في ناس حتى ما بقى يوثقوا يتبرعوا لجمعيه، وصلنا لهالمرحله انه اوكي دوله ما عندنا فيها ايمان ولا ثقه، بس حتى الجمعيات يعني تسكرت بوجنا. سو بدي اشكر كل شخص انه وثق فينا لدرجة انه تبرع، وكل شخص اجا وتطوع معنا، لانه هول الاشخاص عن جد هن اللي عم يعملوا الفرق وعم بيخلونا نحن نعمل الفرق من خلالهم. وللاسف الأسوأ جاي بدي اقولها، يعني اكيد الناس يمكن بتعرف هالشيء، فاكثر من قبل لازم عن جد نكون حد بعض ونساعد بعض قد ما فينا. وانا اللي بشوفه من جمعيه، نحن كثير بنشتغل مع عالم، كان عندنا مطاعم مجانيه قبل الكورونا، كنت دائما اشوف هالمشهد انه أشخاص اللي كانوا يجوا على المطعم المجاني يتناولوا وجبة، يكون كل واحد مثلا عنده رغيف، حتى هي رغيف يقسموه بين بعض، لدرجة تشوفي أنه الأشخاص اللي مثل ما أنت الفقيرة مش اللي ما عندها مصاري أو ما عندها أكل، الفقير هو الفقير بأخلاقه وبكرمه، الغني عن جد هو اللي بيفكر بغيره وبيعطي من نفسه مش من ماله. وهيدي كمان قالها جبران خليل جبران مرة، أنه أنت عن جد بتعطي لما تعطي من نفسك لغيرك، ونحن هي اللي دايما بنشدد عليه بالجميع أنه لما تعطي من نفسك هو عن جد عم تعطي، لأنه فيك تعطي شك ومال وخلص هاي هي خلصت هون خبرية أو أكل، بس لما تعطي من نفسك هو هيدا العطاء الحقيقي، هو الغنى الحقيقي. والشاف أكيد بدأت أنا بدي أقول أول شيء الله يحمي لبنان ويحمي شعبه وأطفاله، وإن شاء الله بيكون عندهم الوعي، وإن شاء الله نقدر كمان قد ما فينا نساهم بوعي لهذا الجيل الجديد. ونتمنى كمان كل الكبار بالعمر وكل الرعيات وكل الأشخاص اللي هن قيمين على على العالم، إنه يجربوا قد ما فيهم يوعوا العالم على الحب، على التسامح، على الإيمان، لحتى اللي من هون ببلشوا صح. يعني بس إنسان يكون عم بيعطي بحب وعم بيعطي بمحبة وتسامح مثل ما هو الله، ساعتها كل إنسان بيوصل صح. فنحن كمان بتمنى كمان كفود بلاست انه اللي استفادوا منا يقدروا يكفوا معنا او يكفوا حتى لوحدهم، نحن كمان بنساعدهم ما عندنا مشكل، واللي بحس حاله منه ملاقي حاله من وين بده يبلش يجي لعنا، نحن كمان بنحطه على الطريق من وين بده يبلش. بتمنى انه كل شخص عن جد يكون بهذه المرحله اللي بدها تجي يكون واعي ويكون قد المسؤوليه، ما في شيء بخوف طالما الله معنا، إذا كان الله معكم فمن عليكم. عليكم نعم. فما بدنا نمشي بإيمان ونعرف إنه الله ما حيتركنا وما حيتخلى عنا، بس نحن كمان بدنا نكون متمسكين فيه، وبإيد وحدة بنقدر نتمسك فيه لهو يضل يتمسك فينا، وإن شاء الله ما بضل في حدا جوعان، لأنه الله ما بيقبل الجوع والظلم على حدا إلا إذا كان هو الشخص منه مخرج يكون. فبتمنى إنه كل العالم اللي قادرة تساعد إنها تساعد، واللي مش قادرة تساعد تشوف كيف بدها تساعد، لأنه اليوم بدل ما كل يوم أعطيكي سمكة فيها علمك الصيد، فأنا اليوم بقدر كمان أنه كون واقفة حد كل شخص مش عارف من وين بده يبلش لحتى نقول له من وين يبلش. بدي أقول لكم الله يقويكم ويعطيكم العافية، وأكيد نحن اليوم فدنا المشاهدين
فرجيناهم الطريق الصحيح لمكافحة هدر الأكل. شيف لينا داوود ومايا ترو من جمعية فود بلاست، أهلا وسهلا فيكم. شكراً لك. أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا منتوقف مع بريك ومنتابع حلقتنا.